ونبقى في الملف الأمني، حيث عقدت قيادة عملية سمراء اجتماعا مع شيوخ ووجهاء المدينة لمناقشة الوضع الأمني وأهمية التكاتف بين الجميع من أجل تعزيز حالة الاستقرار الذي تعيشه سمراء والعمل معا على حل المعوقات التي تواجه الفلاحين في عملية تسويق محاصيلهم. تداولنا في هذا اللقاء أهم الأمور والتوجيهات اللي من خلالهم أن توصل لكل مواطنينا وأهلنا في هذا القاطع، هو أولا الالتزام بالأوامر والتعليمات اللي تخص جائحة كورونا في هذا الوقت، والجانب الثاني اللي ناقشناه هو عملية التعاون والتنسيق ما بين المدنيين والأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها، وايضا اذا كانت هنالك بعض الصعوبات والمشاكل الموجوده حتى نذللها. والحمد لله سامراء الان تعتبر مدينه امنه، والتعاون والتنسيق موجود ما بين الاهالي والاجهزه الامنيه، سواء كان الاجهزه الجيش او الشرطه الاتحاديه او الحشد، لان رفعنا شعار في هذا القضاء ان كلنا واحد، وان شاء الله كلنا عيون وإذان تستنكر والإخبار عن أي جسم غريب اللي هم نقصدهم ما تبقى من خلايا نائمة من دواعش، حتى نحمي هذه المدينة المقدسة، وإن شاء الله التوفيق من الله. اجتمع نخبة من شيوخ وعشائر مدينة سامراء وبدعوة مباشرة من قبل قيادة العمليات لمديرية أوقاف سامراء حضرنا هذا الاجتماع. ما وجدناه من حفاوة الاستقبال وطيب الكلمة من قبل السيد القائد هي واحدة من السمات التي لازمت الاجتماع. عرضنا اليوم نحن في مديرية أوقاف سامراء مع شيوخ العشائر أهم المشاكل التي تواجه المواطن السامرائي، منها مشاكل الفلاح والمزارع في مداخل سامراء، ومشاكل العباسية والقادرية وأطراف مدينة سامراء والسيطرات وكثافتها. كل هذا أوعد السيد القائد بتذليله، لكن يبقى الموضوع هو على تعاون المواطن مع القطاعات اللي موجودة. نحن في أوقاف سامراء داعمين لقيادة العمليات، ونعتقد أن هذا الرجل هو ابن المدينة والأمل فيه كبير، ونسأل سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد.